بيكو وحكاية يوم جديد مع بعض بنفتكره زي النهاردة. زي النهاردة 20 يناير سنة 1945 إعادة تنصيب الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت رئيساً لفترة رئاسية رابعة، وهو الرئيس الوحيد اللي تولى الحكم 3 فترات كاملة وتمدله فترة رئاسية رابعة. أما سنة 1996 انتخاب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية، وسنة 2009 تولى باراك أوباما رئاسة الولايات المتحدة وهو أول أمريكي من أصول إفريقية يتولى المنصب ده. أما سنة 2016 أعلن علماء من معهد كاليفورنيا للتقنية اكتشفهم دليل عن وجود كوكب تاسع افتراضي ضمن المجموعة الشمسية تبلغ كتلته حوالي 10 أمثال كتلة الأرض. أما عن مواليد زي النهاردة، فزي النهاردة سنة 1946 اتولد الممثل الأمريكي ديفيد لانش، واللي من أعماله إنلاند إمباير. وعن اللي رحلوا عن عالمنا زي النهاردة، فزي النهاردة سنة 1156 رحل القديس والأسقف الإنجليزي الفنلندي هنريك. أما عن الأعياد والمناسبات، فزي النهاردة 20 يناير من كل سنة هو يوم القسم الرئاسي في الولايات المتحدة، وزي النهاردة سنة 1966 كان العرض الأول لفيلم مراتي مدير عام، قصة عبد الحميد جودة الصحار وإخراج فطين عبد الوهاب، والفيلم بطولة شادية، صلاح ذو الفقار، توفيق الدقن، شفيق نور الدين ويوسف شعبان. أما سنة 1992 تم العرض الأول لفيلم فتحية والمرسيدس، قصة محمد سعيد مرزوق وإخراج سعيد مرزوق، والفيلم بطولة أحمد بدير، عايدة رياض، حسن الأسمر، فؤاد خليل، ميمي جمال وحسن حسني. أما 20 يناير سنة 2010 فتعرض لأول مرة فيلم كلمني شكراً، قصة عمرو سعد وسيناريو وحوار سيد فؤاد وإخراج خالد يوسف، والفيلم بطولة عمرو عبد الجليل، غادة عبد الرازق، شويكار، داليا إبراهيم وضيف الشرف ماجد المصري. خلصت حلقتنا، وبكرة حكاية يوم جديد زي النهارده.